تعالى يا محترمين ناخدوا أسئلة اللونج مان، تمام، على الجرامر بتاع الماضي التام والماضي التام المستمر. جدا. The past perfect tense يعني زمن الماضي التام. الماضي التام ده بيتكون من فاعل هاد والتصريف الثالث للفعل، من فاعل وبعدين هاد وبعدين الباست بارتيسيبل والتصريف الثالث للفعل. نقول علي هاد ريتن ذا ليتر، علي هاد ريتن ذا ليتر. طب لما نيجي نبني المجهول، نمبر 1 اي ديدنت سيند ذا ريبورت، يعني لم ارسل التقرير انتل اي سبيس ات حتى راجعته. واحنا قلنا يا اولاد ان كلمه انتل لما تكون معناها حتى لما او الا لما، في الحاله دي بيجي قبلها ماضي بسيط منفي وبعدها ماضي تام مثبت، وبالتالي ناخد هاد ريفايز. نمبر 2 ماي انكل سبيس فور ذا كومباني فور 10 ييرز وين هي جوت ذا بروموشن، يعني بيقول ان عمي بيعمل في الشركه بقاله 10 سنين عندما حصل على الترقيه. يبقى احنا عندنا يا جماعه في فعلين، حصل على الترقيه وكان يعمل في الشركه. كان يعمل في الشركه اقدم حدوثا من حصل على الترقيه، لان دي حطها لي ماضي بسيط، بالتالي انا هختار يا ماضي تام يا ناخد ماضي تام مستمر. لا يا مستر هناخد ماضي تام مستمر. ليه يا محترم؟ هنقول لك عشان خاطر في فور ان هي زائد مدة اللي بتدل على الاستمرار، وبالتالي ناخد رقم A اللي had been working. نمبر 3 having space my friend's telephone، يعني بعد ما وجدت تليفون صديقي I contacted him، يعني اتصلت به. خلي بال حضرتك، بص معايا كويس وركز، القمة وضعها ايه؟ القمة يا مستر بعد المفعول اللي هي ده ايه؟ يبقى اذا معنى الكلام ده ايه؟ الجملة معلوم، وبالتالي احنا قلنا يا جماعة ان هافينج في المعلوم بيجيش بعدها طبيعي حاجة وبيجي بعدها تصريف تاريخ الايه؟ للفعل. وكمان المعنى بعدما وجدت رقم صديقي اتصلت به. نمبر 4 ذا تي في بروجرام، يعني البرنامج التلفزيوني ويل فور 5 اورز، يعني كان شغال كويس بقاله 5 ساعات بيفور ات واز ترمينيتد، يعني قبل ما ايه؟ قبل ما ينتهي. خلي بال حضرتك دلوقتي يا جماعه الانتهاء ده في حاجه قبل منه اللي هو العمل، يعني كده هيكون يا ماضي تام يا ماضي تام مستمر. لا يا فندم ده هيبقى ماضي تام مستمر. ليه؟ لان وجدنا ما يدل على الاستمرار اللي هو ايه؟ اللي هو 4-5 years، وبالتالي هناخد had been working. نمبر 5 as soon as I heard of my friend's success I space him. خلي بالك خلي بالك، as soon as مع جه بعدها ايه؟ ماضي بسيط. بمجرد ما سمعت عن نجاح صديقي، وانا قلت لك ان الروابط اللي بيجي بعدها ماضي تام ينفع يجي بعديها ماضي بسيط، وفي الحاله دي تاخد الاختيار الثاني ماضي بسيط. ركز عليها الله يكرمك، يبقى هناخد ايه؟ congratulated، لانها بتدل على سرد الاحداث، بنحكي اللي حصل. نمبر 6 my brother space short stories for 3 years before he published them، يعني اخي يا جماعه ماله كتب قصص قصيره قد ايه؟ 3 سنين قبل ما ينشرهم. يبقى احنا عندنا في كنا فعلين، في كتابه وفي نشر، والكتابه اقدم حدوثا من النشر. يبقى اذا الكتابه ديت بناء على ان بابلش دي اصلا ماضي بسيط اهي قدام عينينا، الثانيه هتبقى يا ماضي تام يا ماضي تام مستمر. لا يا فندم دي هتبقى ماضي تام مستمر. لا يا مستر عشان فور 3 ييرز وجدنا ما يدل على الايه؟ ما يدل على الاستمرار. نمبر 7 ذا ماتش سبيس وين اي ريتش ذا ستاديوم اي ميسد ذا اكزايتنج ستار، يا جماعه انا فاتتني البدايه المثيره. يبقى دي حاجه حلوه ولا حاجه وحشه؟ لا اكيد حاجه وحشه. طالما ان هي دي حاجه وحشه يبقى اذا اللي مع الفعل الثاني مع وين هنا هيكون ايه؟ هيكون ماضي تام. انا قلت لك فاهمها بالطريقه دي، وبالتالي هناخد هاد بيجان اللي هي رقم ايه؟ اللي هي رقم بي. ومعنى الجمله ان المباراه قد بدات عندما وصلت الاستاد، فاتتني البدايه المثيره. نمبر 8 افتر ياسر از بيست تو شابترز اوف جريت اكسبكتيشنز هي وينت تو بيد، يعني بعد ما ياسر قرأ فصلين من قصة التوقعات العظيمة ذهب إلى الفراش. يبقى هنا يا جماعة عندنا إيه؟ عندنا ماضي بسيط اللي هو ويند، تمام؟ اللي قبل منه القراءة تبقى ماضي تام، وبالتالي ناخد إيه يا جماعة؟ هاد ريد. واحد يقول لي يا مستر ما ينفعش ناخد هاد بين ريدنج، هنقول لك إيه ده؟ هات لي حاجة واحدة تدل على الاستمرار يا سيدي وأنا ناخده. هات لي حاجة واحدة. هات لي مثلا ان في سينس او فور او اول او هول زائد مده، هات لي مثلا اعطاء سبب لصفه بعد واس او وير، مفيش سبب يبقى خلاص. يلا يا ريس. نمبر 9 بيقول ايه؟ سبيس ريدي فور ذا بارتي بيفور ذا جيستس ارايف،
يعني ايه يا جماعه؟ يعني هل انت كنت مستعد قبل وصول الضيوف؟ يبقى الاستعداد اقدم حدوثا من وصول الضيوف، يبقى ماضي تام اقدم حدوثا من الماضي البسيط، يبقى هنقول هات يو جيت ريدي لرقم ايه. نمبر 10 اي سبيس تيل ماي براذر ريتيرنز هوم تو ميك شور هي از ويل. يعني بيقول انا لن أغادر حتى أخي يعود إلى المنزل لكي أتأكد أنه على ما يرام. لو أنت ركزت يا محترم هتلاقي أن هنا تل بعدها مضارع بسيط. هنا بقى هنروح للدرس بتاع إيه؟ أن الروابط الزمنية لما بيجي بعدها مضارع بسيط أو مضارع تام يبقى الفعل التاني في المستقبل. تاني يا جماعة الروابط الزمنية افتر السلاس الانتل والبيفور باي ذا تايم لما يجي بعديهم مضارع بسيط او مضارع تام الفعل الثاني هيكون في المستقبل. طب معنى الجملة ايه؟ بيقول مش هنغادر حتى اخي يعود الى البيت ونتاكد انه على ما يرام، يبقى هناخد رقم سيليا وونت ليف. نمبر 11 بيفور ذا مانجر ارايف، يعني قبل ما المدير ما يصل. ذا لادي امبلي يعني الموظف الكسلان. ان اني ورك فور اورز يعني لم يعمل اي عمل لمده ساعات. يبقى عدم عمل عمل ده اقدم حدوثا من وصول المدير، واحنا اصلا عارفين ان بيفور بيجي بعدها ماضي بسيط، والتاني هيبقى ماضي تام يا ماضي تام مستمر، لكن هنا هيكون ماضي تام مستمر. ليه؟ عشان لو وجدنا ما يدل على الاستمرار اللي هي كلمه فور اورز يبقى هنقول hadn't been done. نمبر 12 I saw my friend فارس last week، يعني رأيت صديقي فارس الأسبوع الماضي. I space him since 2019. بالله عليكم تركزوا على الجملة دي يا اخواتنا، دول جملة ولا اتنين؟ لا يا مستر دول اتنين. ليه؟ عشان في فلسطين. أصل في ناس كتير أول ما هشوفه سنس هيقول لك آه ماضي بسيط يبقى التاني مضارع تام. لا يا ريس ركز الله يكرمك، لما يديلك جملتين واحدة ماضي بسيط وبعدين جملة تانية فيها سنس خد التانية ماضي تام. ركز بالله عليك، لما يديك جملتين واحدة ماضي بسيط أهو والتانية فيها سنس خد اللي فيها سنس دي زمانها إيه؟ ماضي تام. يعني هادنت سي الله يكرمك، يعني بقول إن أنا رأيت صديقي فارس الأسبوع الماضي ولم أراه أو لم أراه منذ عام 2019. ركز بالله عليك. سيرتين I spent that manager for years before I worked with him in that company. يعني بيقول يا جماعة أنا أعلم أو أنا أعرف هذا المدير لسنوات قبل ما عملت معه في تلك الشركة. خلي بال حضرتك، والله يا مستر ده احنا هنا عندنا worked ماضي بسيط، يبقى المفروض الفعل التاني هيكون يا ماضي تام يا ماضي تام مستمر. يا ترى ماضي تام ولا ماضي تام مستمر؟ فواحد يقول لي والله ده في كلمه فور اهي اللي دل على الاستمرار وبالتالي هناخد ماضي تام مستمر، هنقول له صدقني هتاخد صفر قد كده. ليه؟ لان الفعل نو ده اصلا من افعال الحاله التي لا ينبغي ان نضع لها اي ان جي، ما ناخد ايه؟ هناخد ماضي تام بس. يبقى ركز الله يكرمك. 14 they have been playing football for an hour before it is best to rain. يعني بنقول بنلعب كرة القدم لساعات قبل ما تمطر. خلي بال حضرتك احنا متفقين ان بفور اصلا مش بعدها فاعل ثم ماضي ايه؟ ثم ماضي بسيط. الشيء الثاني لعب الكرة كان اقدم حدوثا من بداية المطر، وبالتالي بداية المطر ده هيكون ماضي ايه؟ هيكون ماضي بسيط. فيا ريتنا هنفهم كويس. 15 after I space to quiet music for 2 hours I felt relaxed. معنى الجملة بعدما استمعت إلى الموسيقى الهادية لمدة ساعتين شعرت بالاسترخاء. يبقى يا جماعة السماع للموسيقى ده هو هيكون ماضي تام هيكون ماضي تام مستمر. ليه؟ عشان أنا هنا عندنا أصلا كلمة فلت ماضي بسيط، وأصلا أفطر هيجي بعدها ماضي تام يا ماضي تام مستمر. طب حضرتك هتاخد ماضي تام ولا ماضي تام مستمر؟ لا هناخد ماضي تام مستمر. ليه يا محترم؟ عشان خاطر عندنا 4 to 2 hours يعني ما يدل على الاستمرار، فناخد had been listening. 16 which of the following is structurally correct؟ يعني مين في ديت قواعديا سليم؟ once اللي قلنا معناها بمجرد ان لبت سواء soon as I have heard the good news I contacted عن عاد، يعني بمجرد ما سمحت الاخبار الجيده اتصلت بعاد. الجمله دي غلط. غلط ليه؟ لانه مستخدم مضارع تام مع الماضي البسيط، يبقى الجمله دي مش مظبوط. اللي بعديها once I heard the good news I had contacted عاد، برضو الجمله دي غلط. غلط ليه؟ لان once اللي هي بتسوى as soon as المفروض لو هتجيب بعديها هتجيب بعدها ماضي تام والتاني يبقى ماضي بسيط، لكن هو عمل عكس العمليه، هنا جاب الماضي التام وجاب هنا الماضي البسيط، يبقى دي مش مظبوط.
Once I had been hearing the good news, I contacted عادل. برضو الجملة دي مش صح. ليه؟ لأن الفعل هير ده هو من أفعال الحواس، وأفعال الحواس ديت اللي هي أفعال الحالة ما ينفعش نحط له أي جي، يبقى دي أصلا مش مظبوطة. يبقى الإجابة الصح هي الإجابة الأخيرة، هي دي السليمة اللي هي بتقول إيه يا جماعة؟ Once I had heard the good news I contacted عادل، يعني بمجرد ما سمعت الأخبار الجيدة اتصلت بعادل. يبقى ماضي تام أقدم حدوثا من الماضي الإيه؟ من الماضي البسيط. 17. What is this all evening by the time Mr. Tamer returned home؟ يعني حضرتك كنت بتعمل ايه في طوال فترة المساء عندما تامر عاد او قبل ما تامر ما يعود على البيت؟ لو انت ركزت هنا يا جماعة هتلاقي كلمة by the time بعدها ايه؟ ماضي بسيط. التاني هيبقى ايه؟ هيبقى ماضي تام او ماضي تام مستمر. لا انا هقول لك ان ده ماضي تام مستمر. ليه؟ لان احنا لقينا كلمة all زائد مدة، هناخد رقم C. had you been doing. 18. She refused to lend me her camera. يعني هي رفضت ان هي تديني الكاميرا بتاعتها until حتى لما او الا لما وعدتها I promised her to take care of it. انا اعتني بها. انا قلت لك كلمة او until بيجي قبلها ماضي بسيط غالبا منفي او بيدي معنى النفي. فrefused هنا اصلا بتدي معنى النفي. والتاني هيبقى ايه؟ هيبقى ماضي تام. يبقى هنقول had promised. هتقول ما ينفعش ناخد ماضي تام مستمر. ما فيش اي حاجه تخلي تاخد ماضي تام مستمر، لازم ناخد ماضي تام مستمر ده بسبب. 19. Which of the following is structurally correct؟ يعني مين في دولة يا جماعه اللي قواعديا سليم؟ نمبر A بيقول ايه؟ I haven't handed my answer sheet until I have gone over all the questions again. يعني لم اسلم ورقه الاجابه حتى رجعت كل الاسئله مره اخرى. الاجابه ديت مش سليم. ليه؟ لان هنا حاطط لي ماضي تام مع المضارع التام. لا ما ينفعش، مفيش حاجه اسمها كده. طيب اللي بعديها بيقول ايه؟ I didn't hand in my answer sheet until I had gone over all the questions again. اه دي صح، لان معنى الكلام لم اسلم ورقه الاجابه الا لما رجعت على الاسئله مره اخرى. وهنا يا جماعه عندنا كلمه تل او انتل اهي، وبعدها ماضي تام، وهنا جاب لها ماضي بسيط، يبقى دي اجابه ايه؟ دي إجابة سليمة. طب التاني I won't hand in my answer sheet until I went. لا طبعا، لأن هنا حطيت لي مستقبل مع ماضي بسيط، ما تنفعش. I didn't hand in my answer sheet until I have gone. برضو دي ما تنفعش لأن حطيت لي ماضي بسيط مع مضارع تام. Number 20 I spaced revising all my lessons by last night. خلي بال حضرتك لو أنت فاكر، في الشرح أنا قلت لك كلمة by أو كلمة before أو كلمة تايم. ذا تايم يعني جت بعدها مده في الماضي، فده بيدل على الماضي التام. يعني بيقول انهيت مراجعه كل دروسي قبل الليله الماضيه، يبقى هاد فينيشت. 21. Had you been waiting for Hala for a long time before she؟ يعني هل انت كنت منتظر لهالا فتره طويله قبل ما هي؟ before فاعل ثم ماضي بسيط، يبقى arrived لها. 22. Unfortunately he missed the train. يعني فات القطار. When he spaced the station the train. أنا مش قلت لحضرتك لما يقول لك لسوء الحظ، لما يقول لك حاجة مش كويسة معناها إن وين الحدث الأقدم حدوثا معاها هيكون ماضي تام والتاني ماضي بسيط. يبقى معنى الكلام عندما وصل المحطة القطار أقلعها، يبقى كده معناها إن الوصول بتاعه ده هو عندما وصل ده هيبقى ماضي تام، والقطار أقلع هيبقى ماضي إيه؟ هيبقى ماضي بسيط. يبقى إذن الإجابة السليمة هتبقى إيه؟ هتبقى had reached وليفت. 23. He was overjoyed. يعني كان سعيد جدا. Because he's passed his final exam. لأنه اجتاز الامتحان النهائي. خلي بالك. Was overjoyed دي ماضي بسيط. Because he's passed his final exam دي هتبقى ماضي تام. لأن الماضي التام هيكون أقدم حدوثا من الماضي الإيه؟ من الماضي البسيط. وبالتالي هناخد إيه؟ had passed اللي هي رقم B. وهتقول يا مستر ما يقولوش had been passing. نقول له ما ينفعش لأن ما فيش ما يدل على الاستمرار. 24. She was exhausted. يعني هي كانت منهكة. Because she's based all day. لأنها كانت تعمل طوال اليوم. خلي بال حضرتك was exhausted
تمام؟ بتدل على الاستمرار. ليه؟ لان قلت لك لما بتلاقي صفه بعد واز او وير بتدل على الاستمرار، ولما بتلاقي سينس او فور او اول او هول وبعدين مده بتدل على الاستمرار، وبالتالي هناخد هاد بين وركينج اللي هي رقم دي، ومعنى الجمله ان هي منهكه لانها كانت تعمل طوال اليوم. 25 after space her daily housework she had some rest، يعني بعد ما قامت بالشغل بتاع البيت اليومي هي استريحت. احنا قلنا افتر اذا لم ياتي بعدها فاعل ياتي بعدها الله يفتح عليك الفيرب بلس اي ان جي، وبالتالي ناخد ايه؟ دوينج اللي هي رقم سي. تعالوا برضو يا جماعه نشوفوا ايه على الماضي التام والماضي التام المستمر، اسئله اللي وردت في امتحانات ثانويه الايه؟ الثانويه العامه والثانويه الازهريه في السنوات اللي قبل كده. تعالوا كده بيقول ايه يا جماعه؟ افتر ذا هاوس سبيس بينتد وي فرنشد ات كارفولي، يعني بعدما المنزل ايه؟ دهن ولا دهن؟ لا دهن، فرشناه بحرص. طيب هو حضرتك الدهان بيبقى اسبق حدوثا من الفرشه صح؟ يبقى ماضي تام، بس ماضي تام في المجهول بتكون من مفعول اللي هو زهاوس وبعدين هاد بينه تصرف ثالث الفعل، وبالتالي هنعلم على ده. اللي بعد كده نمبر 58 نو سونر سبيس فينيشد هيز ورك ذان هي فيزيتد هيز سيك فريند، يعني بنقول يا جماعه بمجرد انه انهى العمل بتاعه او لم يكد ينهي العمل بتاعه حتى زار صديقه المريض. واحنا قلنا ان نو سونر وهاردلي وسكارسلي لما يجوا في اول الكلام بيجي بعدهم هاد والفاعل وتصرف تاء الفاعل، وبالتالي هناخد هاد هي اللي رقم دي. 59 بريزيدنت السادات دايد ان، يعني الرئيس السادات توفي عام 1981. Before that وقبل ذلك our army the Suez Canal in 1973، يعني بيقول ان الرئيس السادات توفي في عام 1981 وقبل ذلك جيشنا عبر قناة السويس، يعني معنى كده ان عبور قناة السويس كان اسبق حدوثا من موت السادات، يعني ماضي تام اقدم من الماضي البسيط، وكمان احنا قايلين ان before that اصلا بيجي بعدها ماضي ايه؟ ماضي تام يبقى هات كروست. 16 منى didn't send the message، يعني منى لم ترسل الرساله to her father until، ها حتى انها لما، يعني بيقول ان منى لم ترسل الرساله لابوها الا لما كتبتها، واحنا قلنا لا until ايش قبلها ماضي بسيط منفي وبعدها ماضي تام مثبت لما تكون معناها ايه؟ الا لما، يبقى هاد ريتن. 61 when I was in charm، يعني عندما كنت في شرم الشيخ I space a lot، احنا قلنا يا حبايب ان احنا لما وين بيجي بعديها ماضي بسيط خاصة واز او وير بالشكل ده هو بتدل على سرد الاحداث، يعني بنحكي اللي حصل، وبالتالي الفعلين او اكتر او اقل كل اللي بيبقوا في الماضي البسيط هياخدوا سام بيز اللي رقم ايه؟ رقم دي. 62 reaching the airport هي علي found out that he had left on his suitcases حقائبه at home، يعني عند الوصول الى البيت علي اكتشف انه نسى الحقائب بتاعته، نسى الشنط بتاعته فين؟ في البيت. احنا قلنا مين في دولت يا جماعه اللي بيجي بعدها الفعل في ان جي؟ يا مستر ديسبايد بيجي بعدها الفعل في ان جي، وان بيجي بعدها الفعل في ان جي، وواي اذا لم ياتي بعدها فعل بيجي بعدها الفعل في ان جي. ايه القصه ديت؟ الموضوع كده حتى وان بنفسها بينفع فيها الكلام ده، هنقول لحضرتك ركز معايا على حاجة مهمة جدا اللي هي ايه؟ اللي هي ان انا هنا بنسرد احداث، هنا في سرعة احداث بنحكي اللي حصل، فلما بنحكي اللي حصل بنستخدم on ويجي بعدها الفعل فاين ايه؟ اي ان جي، يبقى on reaching. 63 I space nobody at school until the staff had arrived، يعني بيقول يا جماعة لم اقابل احدا في المدرسة الا لما هيئة العاملين وصلت. احنا قلنا يا شباب ان انطل هنا حاجه قبلها ماضي بسيط غالبا منفي. طب يا مستر هنا المفعول به منفي اللي هو نو بادي، وبالتالي هناخد ايه؟ هناخد مات. 63 luckily when I space the station the train left، يعني لحسن الحظ عندما وصلت الى المحطه القطار قد غادر، القطار غادر. احنا قلنا يا جماعه ان luckily احنا قلت يا شباب لما وين يجي بعديها او تلاقي الخبر خبر كويس خبر سعيد، في الحالة دهيت يا شباب في الحالة دهيت بتجيب الفعلين الاثنين مع الماضي البسيط، يعني يقول لك لحسن الحظ، يقول لك مثلا قابلت أصدقائي، يقول لك مثلا هنأت صاحبي، تمام، يقول لك مثلا إن القطار لسه مغادر، يبقى ساعتها تاخد الاثنين ماضي بسيط يبقى ريتش.
65 having space the shopping mother started to prepare. خلي بالك احنا قلنا having يا جماعه لو ما بيجيش بعدها فاعل ومش بعدها تصرف ترك الفعل، خاصه لما تبقى الجمله ايه؟ لما تبقى الجمله معلوف. 66 before space to bed the baby had drunk all his milk. يعني قبل الذهاب الى الفراش البيبي شرب كل اللبن، واحنا قلنا بيفور ما بيجيش بعدها فاعل وياتي بعدها الفيرب في اي ان جي بجوينج اللي رقم سي. 67 سبيس سينج ذا رود اكسيدنت ذا موتورست دروف مور كيرفولي. يعني عند رؤيه الحادث السائقون ساقوا بحرص، يبقى هنا بنسرد احداث بنحكي اللي حصل، وهنا في سرعه في الاحداث يبقى هناخد ايه؟ هناخد اون. 68 اون سبيس سكول هي ونت تو يونيفرستي، يعني عند الانتهاء من المدرسه ذهب الى الجامعه، يبقى هنا هنستخدم اون، عايش بعد الفعل في ايه؟ في اي ان جي اون فينيشينج. ربنا يوفقكم ويفتح عليكم مغالق الفهم والحفظ، ربنا يجعلكم موفقين، ربنا يعلم الدين، احنا بنحاول على خير ان احنا يعني نساعدوكم، ادعوا لنا ان ربنا يسدد خطانا ويسددكم انتوا كمان ويعينكم ان شاء الله.